تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نحاول أن نكون حلقة الوصل بيننا وبينكم، وأيضا إيصال جميع ملاحظاتكم وآرائكم واقتراحاتكم وكل ما له علاقة بتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وأيضا معنا في التنسيق حمد المعيوف، وتحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام، وأيضا تحيات مخرجنا اليوم والقواسمة. إذن نبتدي معاكم بس بالتنويه عن التأمين الصحي. يا جماعة الخير، نشير إلى أن هيئة الصحة بدبي خصصت موقعا خاصا لخدمات التأمين، هو www.ishd.ae ishd يعني اسعاد.ae. هذا الموقع في كل التفاصيل الخاصة بالتأمين وشو اللي تبغون من خلال الأسئلة والأجوبة اللي ممكن الواحد يستفيد منها في موضوع التأمين. اليوم أيضا تعقد هيئة الصحة في دبي، يعني على طول عقب البرنامج عندنا مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل منتدى دبي الصحي الأول المقرر تنظيمه يوم 9 و10 يناير المقبل، وهذا بمشاركة واسعة من العلماء والخبراء والنخب الطبية والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، والذين سيجتمعون إن شاء الله لمناقشة معظم القضايا الصحية المهمة اللي تتصل بمستقبل الابتكار في القطاع الصحي والتحديات العالمية التي تواجه المؤسسات الصحية المسؤولة عن تطوير هذا القطاع. أيضا مستمعينا، ما أدري عندنا الفقرة جاهزة ولا بعدنا؟ أوكي، جاهزة الفقرة ولا بعدنا؟ أنزين، عموما مناخذكم جولة سريعة في أهم الأخبار اللي موجودة عندنا. يقول في دراسة تقول الدماغ لا ينضج قبل سن 30. الدماغ لا ينضج قبل سن 30، ليش؟ يقولون في تقرير صادر عن القضاء الجنائي ولجنة العموم البريطانية على ضرورة التعامل بطريقة مختلفة مع المجرمين لتقل أعمارهم عن 30 سنة، باعتبار أن أدمغتهم لا تزال غير ناضجة تماما. الخبراء أشاروا إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما ما تزال أدمغتهم في مرحلة النضج للعمليات الأكثر تطورا من قبيل اتخاذ القرارات واتخاذ المخاطر، ويبدأ الدماغ فقط بالاستقرار في العقد الرابع. يعني الحين المفروض أن الدماغ وائل يعني ناضج، ها؟ أي عندنا الفقرة الخاصة بالسوشيال ميديا. يا أخي والله انبسط لما أنت تخرج البرنامج يا أخي. عموما عندنا الأخت أسماء الجناحي مسؤولة التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. أسماء يعني اليوم
نبغي الطاقة الإيجابية اللي دائما تعطينا إياها في السوشيال ميديا، ونبغي أيضا يعني وائل مبسوط يقول أحلى فقرة موجودة عندنا في البرنامج هذه الفقرة لأن فيها طاقة إيجابية. تفضلي يا أسمة. أسمة الجناحي معانا ولا؟ طيب عموما ما دام انه قطع نحن نحول الفقرة بعد شوية. خلونا ناخذ هذا الخبر بما ان نحن نتكلم عن الدماغ. يقول لك في علماء يربطون بين الحذر الشديد عند كبار السن وجفاف الدماغ. أكد علماء من الولايات المتحدة أن سبب التصرفات الغريبة نوعا ما عند كبار السن مرتبطة بتغييرات في حجم المادة الرمادية في الدماغ، فمع التقدم في السن يظهر على الإنسان الكثير من الأعراض التي يراها كثيرون غريبة نوعا ما أو غير مبررة لدى البعض. الأعراض قد تسبب إحراجا للشخص المسن نفسه أو تسبب ضيق لدى الأشخاص المحيطين به أحيانا. أظهرت التجارب السريرية عزيزي المستمع وصور الدماغ لدى المشتركين أن الأشخاص الذين كانوا أكثر حذرا والذين كان أغلبهم من كبار السن كانوا مصابين بما يسمى جفاف المادة الرمادية في الدماغ، وأن زيادة نسبة الجفاف في تلك المنطقة من الدماغ مرتبط بها بشكل كبير، يعني بشكل كبير اتخاذ القرارات وظهور عدد من السلوكيات اليومية الغريبة عند هؤلاء الأشخاص. طيب من وسائل الإعلام نروح على وكالات الأنباء. طبعا وائل الله يخليك، الحين نبغي شوية بس ننتبه حق الفقرات الجاية وانتبه حق الرسالة اليومية اللي بتقولها أسمة. تفضلي يا أسمة. السلام عليكم يا أخوي محمود. أنا ما قلت مقدمة طويلة ما بعيد الحين، يلا عندك الموضوع. ما أدري إذا سمعتي ولا لا. لا سمعتها. اليوم بتنبدأ برسالتنا قبل ما نبدأ بالمتداول عبر قنوات التواصل الاجتماعي. رسالتنا اليوم تقول جودة العمل تكون أكبر وأفضل إذا كان الموظفين سعداء. احرص على سعادة فريق عملك واحتفلوا معا بالإنجازات الكبيرة. جميل جميل. نعيدها مرة ثانية بعد، نعيدها مرة ثانية. حلوة الرسالة. جودة العمل تكون أكبر وأفضل إذا كان الموظفين سعداء. احرص على سعادة فريق عملك واحتفلوا معا بالإنجازات الكبيرة. إذا أقول الصدق أنت سعيدة ولا لا؟ أنا سعيدة، أنا دائما سعيدة. أوكي شكرا. طيب يا أسمة خبرينا اليوم شو عندنا في أبرز المواضيع اللي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ حاليا دامنا ما باقي لأقل عن أسبوع بخصوص التأمين الصحي، أغلب الرسائل تطالب بالتمديد. تطالب التمديد؟ ما في تمديد خلاص، ما في تمديد. ست شهور يعني مددنا، ويقولون لا الوقت ضيق ولازم يمددون في، لكن احنا ننوه عبر البرنامج ان كان الديدلاين في شهر 6 او 7 يوليو سوري، وتم التمديد لين شهر 1. ست شهور مددنا. ايه ست شهور مددنا، يعني يعني اللي ما عنده خبر واللي ما عنده ما ادري كذا، وخلال ست شهور مفروض انه هو خلص اموره ورتب. وهذا اهم شيء، انتم خلصتوا العمال اللي عندكم في البيت؟ واسطه طبعا، واسطه. محمود هم مثلنا نحن، نتريى ليله العيد عشان نشتري. ايه مثل خياط العيد. غير هذا اخوي محمود، اليوم راح يعني ننشر ونركز على منتدى دبي الصحي عبر قنوات تواصل اجتماعي التابعة لهيئة الصحة، وأيضا تم إنشاء قنوات تواصل اجتماعي خاصة بالمنتدى. عفوا يتكلموا عن المنتدى، بس أبغى أقول للناس يتابعونهم على DHF_Dubai، نفس حساباتنا بس يشلون الأي يحطون F. جميل. أندرسكور دبي. نقل مباشر للمؤتمر الصحفي اللي راح يعقد اليوم في هيئة الصحة إن شاء الله. ممتاز. والناس ممكن يتعرفون على تفاصيل هذا المؤتمر من عن طريق البريسكوب. يتابعون كل القنوات، البريسكوب، على سناب، كل مكان، كل مكان بنطلع لهم. جميل جميل. هاي في أغنية في كل مكان أطلع لك شيء. هاي اللي كنت أفكر فيها. عموما أسمع، نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر الصحفي، وإن شاء الله يعني نكثف الرسائل الخاصة بالتأمين الصحي أكثر. قلوا ما في تمديد للتأمين، واحد واحد تبدأ المخالفات.
شكرا لك اسم الجناحي. إذا كانت معنا عبر الهاتف اسم الجناحي حدثتنا عن وسائل التواصل الاجتماعي وقالت لنا عن أهم المواضيع اللي ممكن تكون ترند عبر السوشيال ميديا. عموما بس أبغي أذكر بعد كذلك أن بالمؤتمر الصحفي عن منتدى دبي الصحي الأول زين بيكون موضوعنا بعد الفاصل بناخذ تفاصيل هذا المنتدى، ولكن اللي حاب يتعرف أكثر على هذا المنتدى يمكن مثل ما قالت أسمع على DHA_Dubai هذه الحسابات المتواجدة لهذا المنتدى، والتفاصيل أكثر بعد الفاصل. بيكون معانا إن شاء الله الدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا مستمعين كنا نتحدث عن منتدى دبي الصحي، وننوه مرة أخرى بأن هيئة الصحة بدبي ستعقد بعد تقريبا ساعة من الآن مؤتمرا صحفيا في مقر إدارتها في مقر الإدارة العامة للإعلان عن تفاصيل منتدى دبي الصحي الأول المقرر تنظيمه يومي التاسع والعاشر من يناير المقبل، وذلك بمشاركة واسعة من العلماء والخبراء والنخب الطبية والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، والذين سيجتمعون إن شاء الله تحت مظلة واحدة لمناقشة جملة من القضايا الصحية المهمة اللي تتصل بمستقبل الابتكار في القطاع الصحي والتحديات العالمية التي تواجه المؤسسات الصحية المسؤولة عن تطوير القطاع الحيوي هذا. طبعا عندما نتحدث عن الابتكار في الصحة دائما ما يرد اسم يعني مرتبط بهذا الموضوع اللي هو الدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة في دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالنور والسرور يا أبو يوسف. جميل، أنت عندك مايكين اختار واحد فيهم. اللي تامر بأي واحد نصر عبو. هذا زين هذا. أي زين ما عليكم يشجع النصر. عموما دكتور محمد يعني كنا نتحدث عن هذا المنتدى وأيضا يعني في مسجات إيجابية من الصبح، حد يقول السلام عليكم الصراحة في تطور واضح في الصحة في دبي في السنوات الخمس الأخيرة، واحد يصبح علينا كذلك من خلال البرنامج. فيعني جميل أن نلمس هذه الطاقة الإيجابية وهذه الملاحظات الإيجابية حول القطاع الصحي في إمارة دبي. وأيضا دكتور في الفترة الأخيرة ظهر مفهوم الابتكار، ونحن تحدثنا عن هذا المفهوم، هو مفهوم بدأ انتشاره في يعني مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لكن الابتكار في الصحة أحد المحاور الرئيسية التي ستركز عليها استراتيجية دولة الإمارات في الأعوام القادمة. الآن نعود إلى موضوع منتدى دبي الصحي. يا ترى واحد من أهم المحاور اللي هي يعني استشراف المستقبل قدر الأمكان، فخلنا نتعرف على المحاور اللي موجودة في هذا المنتدى وقيمة هذا المنتدى في الوقت الحالي. بإذن الله. طبعا إطلاق النسخة الأولى من منتدى الصحة بدبي برعاية سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورعاه بتاريخ 9 و10 يناير في 2017 الشهر القادم بإذن الله في جراند حياة دبي. من أهم المحاور اللي تناولها المنتدى هي التكنولوجيا الصحية بين الاستشراف والتحديات، الحوكمة، التشريعات الصحية، التنمية المستدامة والابتكار مثل ما تفضلت أخوي بيوسف، الكوادر الصحية بين التمكين والاحترافية. نحن اليوم ما بنقدر نعمل أي شيء من غير كوادر صحية قوية في هذا القطاع، الريادة الصحية الهيلثكير ليدرشيب مثل ما يقولون، والاستثمار لمجتمع أكثر صحة وسعادة والصحة العامة والمجتمعية. هاي 7 محاور للمنتدى، محاور أساسية بالإضافة إلى المنتدى اللي هو بيكون مثل ورش عمل أو منتدى نقاشي. في أيضا حديقة الصحة التكنولوجية اللي هي أيضا بتتناول كثير من مستقبل الصحة. شو اسمها دكتور مرة ثانية؟ حديقة الصحة التكنولوجية، Health Technology Park. الله شو الاسم الخطير هذا. طال عمرك ما نعلى عليك يا طويل العمر وما عليكم زود. المكونات الرئيسية للحديقة بتكون من 3،
فيها أحدث تقنيات القطاع، فيها منصة للمتحدثين، وفيها غرفة العمليات المستقبلية. نتكلم أكثر عن إذا حاب المنتدى والشخصيات اللي بتحضر، بس أهم شيء عندنا في المنتدى نحن ليش. طبعا المنتدى من فكر معالي رئيس مجلس إدارة السيد حميد القطامي ومدير عام هيئة الصحة. بالنسبة للثوت ليدرشيب أو الهيلث كير ثوت ليدرشيب اللي هو الفكر الريادي في الصحة، شفنا اليوم جميع المنتديات أو المؤتمرات في دبي هي تخصصية. مثلا عندك مؤتمر قوي في العيون، مؤتمر في القلب، مؤتمر في الأصبع السكري يعني هذا القدم السكري، القدم السكري، السكري. نعم، فعندك أنت كثير من المنتديات أو المؤتمرات التخصصية. طيب هل في مؤتمر يقول لنا نحن وين رايحين كصحة؟ استشراف في المستقبل في الصحة، شو الخطوات القادمة في الصحة، العالم وين رايح في الصحة، مش كتخصص ولكن كفكر، كفكر ريادي. طبعا دبي دائما تحب نقل المعرفة من وإلى، نحب نتعلم، وأيضا إذا سنحت الفرصة أيضا أن نحن نشارك الناس بخبراتنا، فهذه المنصة وجدت لشراكة الخبرات والمعرفة والتعلم. صراحة لي أنا شخصيا يعني أنا كثير من المتحدثين اليوم أتمنى أن أجلس وأسمع لهم وأتعلم منهم، حتى لو كلمة، وإن شاء الله تسنح لنا الفرصة أن نجلس ونتعلم منهم. صحيح. وبالإضافة إلى الحديقة التكنولوجية اللي هي نوع من التعلم المرح اليوم في الحديقة التكنولوجية، بتسنح لنا الفرصة أن نتعرف على أحد أفضل التكنولوجيات المستخدمة في القطاع اللي هي الروبوت اليوم، اللي هو الجيل الثاني من الروبوت. بالإضافة إلى الحديقة بيكون، بالإضافة إلى الروبوت بيكون في أيضا منصة للمتحدثين، منصتين للمتحدثين في الحديقة. هي تعرف أنت المنصات العادية اللي يكون فيها جلسة رسمية كذا، لا، بنبتعد عن هذا الشيء في الحديقة، بتكون منصة تفاعلية بأريحية، بحيث أن المتحدث يتكلم يتفاعل مع الحضور بطريقة مثل ما تقول صديقة أو فرندلي. وأيضا بتكون عندنا منصة اليوم ما ننساهم رواد السوشيال ميديا، ما شاء الله عليهم، اليوم هم يقودون جزء من هذا القطاع ولهم أهمية في هذا القطاع، فنحب أيضا نشارككم. ففي نخبة من الرواد بيكونون معانا إن شاء الله في هذه الحديقة وفي هذا المنتدى، بحيث أن أنا شخصيا أبغى أعرف كيف وصلوا لهالدرجة من الذكاء، ما بقول الاصطناعي، الذكاء الطبيعي، بحيث أنه يقدر يؤثر بكلمة. يمكن أنت عندك طبيب متمكن متمرس في تخصصه ما يقدر ينقل المعلومة، مثل ما هذا الرائد في السوشيال ميديا يقدر ينقل المعلومة. وانت حدهم أبو يوسف ما شاء الله عليك. وأيضا بنطلع على غرفة العمليات المستقبلية، كيف شكلها، شو بيكون موجود فيها. شوي بنتكلم عن تاريخ التقنية هذه، كيف بدت الروبوتك سيرجري، كيف بدت، من وحي من. طبعا هي موجودة من سنة 1983 على فكرة، ولكن تطورت إلى اليوم، شوفوا عقب 30 سنة أو 40 سنة وصلت إلى مرحلة اليوم نتكلم عن الجيل الثاني في الروبوتك سيرجري. فهذه الحديقة دكتور، يعني أنا من بد الأشياء اللي جذبتني أثناء الحديث عن الحديقة، أنت تكلمت عن الجيل الثاني من الروبوتات، وتشرح لي شو يعني الجيل الثاني من الروبوتات. الجيل الأول كان مثل ما تقول مثل غرفة يدخل فيها الجراح وعند الأدوات شوي بعيد عنه. الغرفة هاي مثل ما تقول صغيرة، أو حتى جلسة الجراح طبيعية تكون فيها، لكن أدائها كان قوي جدا لما تيجي لجراحات القلب مثلا. أن جراحة القلب المفتوح، تعرف أنت مهما تشوف القلب كبير لكن تراه صغير بحجمه. صحيح. زين، فأساس قلبك كبير دكتور، طال عمرك الله يخليك، القلب أزرق طال عمرك وأنت وصلاوي الله يحفظك إن شاء الله. تفضل. فهذا القلب، تعرف المعدات أو أدوات الجراح لما تدخل مكان صغير، اليوم الروبوت سهل عليك الرؤية وسهل عليك دخول هذه الأدوات. لكن اليوم ما نتكلم أيضا عن جراحات القلب فقط، اليوم نتكلم عن جراحات كلها. الجيل الثاني توصل إلى أشياء أفضل، جلسة الجراح بأريحية، الأدوات ممكن يستخدم أربع أدوات كبيرة داخل هذه الفتحة الصغيرة عن بعد. والجميل في الموضوع أن اليوم الجراح يقدر يحس بيدينه شو قاعد يلمس داخل في هذا المريض. أوه.
فعندك انت التاكتايل سنسز او الهابتيك سنسز، اوكي، بحيث انت تقدمت بالمشرط حسيت انك انت تقدمت. جميل. حسيت انك انت لا قدر الله ضرب شيء بالغلط وكذا، انت عندك هذا الاحساس. زين، ممتاز والله. زين، فالتفاعل اكثر، فهذا اللي نقصد به بالجيل الثاني من الروبوتك سيرجري او جراحه الروبوتات. طيب دكتور، يعني على عجاله خلنا نتكلم عن الأسماء والموضوعات الرئيسية المطروحة على طاولة المناقشات، من أبرز الأسامي اللي موجودة عندكم في هذا المؤتمر اللي بيتم تنظيمه، يعني ما باقي له شيء، شهر يمكن، أقل عن شهر. أقل عن شهر. طال عمرك من أهم الجلسات اللي بتكون في المنتدى هي الجلسة الوزارية. بيكون عندنا بإذن الله 3 وزراء من دول عربية بيتكلمون عن أهم التحديات اللي يشوفونها وأهم الحلول اللي يشوفونها. وزراء الصحة. وزراء الصحة، نعم. بحيث أن اليوم هاي الجلسة الوزارية نحن بنتعلم منها شو اللي يدور في بال هذا الوزراء، التحديات اللي يشوفونها، الحلول اللي يشوفونها. هل التكنولوجيا لها دور؟ أنا متأكد أنها لها دور، بس لكن هل نقف عند التكنولوجيا؟ تكلمنا عن اليوم تمكين الأفراد في الصحة، كيف بنمكنهم؟ هل بالتعليم فقط ولا في أشياء ثانية يجب أن نمكنهم؟ حد يتكلم عن التالنت اليوم، أنا لازم تكون عندي هواية معينة على أساس أني أوصل مرحلة للإبداع مثل الروبوتك سيرجري أو الثري دي برينتينج. فأنا هل بس أنمي الجانب التعليمي في الطبيب أو في الجراح ولا في جوانب أخرى؟ فهاي الأشياء اللي نبغي نستشفها في هذه الجلسة ونسمع من الوزراء، بحيث أن تكون جلسة تعليمية. وصدقني المخرجات هذه الجلسة لها وقع ما تتخيل أبو يوسف، يمكن لمدة 5 سنوات القادمة أو أكثر. دكتور، الدعوة عامة ولا هي مخصصة للعاملين ولا فيها تسجيل واشتراك؟ شو الوضع بالضبط؟ طبعا في تسجيل، والدعوة للمتخصصين في الصحة، ولكن أيضا هذه السنة هيئة الصحة ارتأت أن نفتح المجال للإخوان اللي حابين يسجلون، فالتسجيل بالمجان حاليا عن طريق الموقع dubaihealthforum.org dubaihealthforum.org، بحيث أن التسجيل يكون له بعض الكرايتيريا، وإن شاء الله توصل الدعوات للأشخاص وفي الوقت المناسب. لكن صدقني الحضور اليوم الفائدة له، يعني إذا تقيسه على المنتديات التخصصية الثانية، ما أقدر أقول لك فوائدها بعد أسبوع أو شهر، لا، فوائدها على المدى الطويل إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، نحن نوقف مع فاصل، وبعد الفاصل بتكلم بشكل أكبر بالتفصيل اللي نبغي شوي نستعرض فيه بعض المواضيع الرئيسية اللي تشغل هيئة الصحة في دبي في هذا المنتدى، وتشغل القطاع الصحي، أوراق العمل، المواضيع المطروحة بشكل مفصل، أيضا مستوى الحضور والمستهدفين من هذا المنتدى. ففاصل المستمعين، بعد الفاصل إن شاء الله ملتقي فيكم. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون طبعا مع مؤسسة دبي للإعلام، وعن طريق إذاعتكم إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا نتحدث عن منتدى دبي الصحي الأول المقرر انعقاده إن شاء الله في 9 و10 من يناير المقبل. طبعا هذا المنتدى يعد من إن شاء الله سوف يكون واحد من أضخم المنتديات الصحية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. فيه حضور على مستوى رفيع لهذا المنتدى. كان الدكتور محمد الرضا مدير المكتب مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي يحدثنا عن هذا المنتدى، وهو مستمر بعد كذلك معانا. اللي حاب يتداخل معانا على 600-551-414. دكتور، أنت ذكرت أن الحضور المنتدى هذا بشكل مجاني، ما الهيئة ما مش فارض رسوم على المتخصصين اللي حابين يحضرون هذا المنتدى. السبب أن وجود مثل هذا المنتدى بشكل عام
باستشراف المستقبل، يعني مسألة مهمة جدا لكل العاملين في القطاع الصحي في إمارة دبي. وهذه كانت بتوجيهات معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي بضرورة توفير أكبر قدر أو 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 يعني منصة كبيرة لاستسقاء هذه المعلومات الصحية واستشراف المستقبل من خلالها. إذن هنالك رسالة سامية تسعى هيئة الصحة بدبي لنشرها وترسيخها لكل العاملين في هذا القطاع من خلال هذا المنتدى. طيب نرجع دكتور نتحدث شوية بالتفاصيل عن عناوين الأوراق أو الموضوعات اللي بيتم طرحها من جانب الهيئة على المشاركين، فشو هي أهم العناوين في هذا المجال؟ بنبتدي عمرك بالديزاين ثينكينج أو التفكير بالتصميم. اليوم الديزاين ثينكينج يستحوذ على اهتمام كثير من المؤسسات والقطاعات بما فيهم الصحة. حد يتكلم عن الديزاين ثينكينج أو التفكير في التصميم أنه بيصمم له كرسي مثلا أو بيصمم له غرفة، لا. اليوم الديزاين ثينكينج حتى في طريقة عملنا للصحة، اليوم كيف أقدر أعيد الديزاين وأعيد التفكير فيه بحيث أن أطلع بشيء ملائم ومبتكر. تذكر نحن قبل أسبوعين تكلمنا عن الابتكار، مو بشرط أنه يكون منتج، هو ممكن يكون منتج. قل لي البارحة شو كل دكتور أقول لك ما أتذكر، نحن نعيش اللحظة. الابتكار طال عمرك يا فكرة جديدة يا طريقة جديدة يا منتج جديد. صح. نحن اليوم نتكلم في الديزاين ثينكينج عن الفكرة الجديدة والطريقة الجديدة في عملنا. صحيح. فيبين أحد المتحدثين بروفيسور غلين هوغن من السويد بيتكلم عن الديزاين ثينكينج وأيضا بيعقد ورشتين عمل خاصات بحيث أنه نتعلم منه ديزاين ثينكينج وشو جديد التفكير في التصميم. جميل جدا. من المحاور أيضا المقترحة هي المدن الذكية. عندنا أيضا بعض المتحدثين اللي هم مبتكرين في استخدام التكنولوجيا وتقنياتها الرقمية في تطبيقات المدن الذكية. عندنا أيضا أحد المتحدثين بتتكلم بإسهاب عن الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية. الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية. بحيث أن اليوم أنت المدينة مدينة دبي، نحن نتكلم دائما عن مدينة دبي كمدينة ذكية، وفي مكتب دبي الذكية اليوم متعاونين وشركاء استراتيجيين للجميع الهيئات الحكومية. شو الذكاء المطلوب من مدينة دبي بحيث أن تطبق الصحة وتكون الصحة ذكية لدرجة أن تعرف محمود اللي قدامي شو احتياجاته في الصحة. صحيح. مثلا نشيت الصبح اليوم أنت محتاج بعيد عنك إذا مريض سكري محتاج رعات زيادة أو محتاج تشوف المريض تشوف الطبيب بحيث أنه تتفادى بعض المضاعفات. طيب هل نقدر نوفر اليوم؟ هل في ذكاء اصطناعي معين؟ فيه اليوم أنت تستخدم ذكاء اصطناعي من غير ما تعرف، نتحدث عن هالشيء. بنتكلم أيضا عن الاقتصاد الصحي والاستثمار. نحن ما نتكلم وايد في الاقتصاد أو الاستثمار الصحي، دائما نعتقد أن الفلوس موجودة الحمد لله ولازم نكمل. لا، اليوم يجب أن نبتكر طريقة مستدامة بحيث أن استثمارات الصحة تظل مش لأولادنا، لأولاد أولادنا. جميل. فهذه أيضا جلسة حوارية بيكون فيها متحدثين خبراء اليوم بيتكلمون عن الببليك برايفت بارتنرشيب، الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي اللي تولد لك صراحة كثير من الطرق المبتكرة بحيث أنت مو بس توفر ميزانية، لا، أنت تستفيد نقل معرفة أسرع، تجيب الفرق المتخصصة أسرع، تستفيد من الخبرات اللي موجودة خارج العالم خارج الدولة عفواً وتستفيد منها. زي السوشيال ميديا ورواد التواصل الاجتماعي ودورهم أيضا، لهم جلسة كبيرة هنا عندنا في المنتدى بحيث مثل ما قلت لك نستفيد منهم إن كيف وصلوا لهالدرجة. أنا ما شاء الله عليهم أشوف حد عند اليوم 1000 فولوور باكر استوى عند 100,000 فولوور ورا باكر 1,000,000 فولوور. طيب المتابعين هذول يعني ما بيتابع لك شخص عن عبث، لا، بيتابع لك شخص عنده محتوى، واليوم نركز على المحتوى الصحي. عندنا أيضا جلسة على الطباعة الثلاثية الأبعاد بيكون فيها إن شاء الله خبراء عالميين بالإضافة إلى الدكتور ياسر السعيدي اللي هو عمل مجسم قبل أسبوعين. صح، تكلمنا عنه الدكتور، كان في تعاون كبير ما بينكم وما بينه. والله دكتور يعني على طاري الذكاء الاصطناعي، ما عندكم يعني فكرة تعملونه مخرج ذكي اصطناعي
مخرج ذكي اصطناعي ما شاء الله عندك أذكى المخرجين هي موجودين في الاستوديو. والله ما أشوفه ذكي وأدري إذا هو ذكي ولا لا والله العالم. عموما دكتور ونعم. 3D موضوع يعني الساعة هذا الموضوع اللي كنا نتحدث فيه وحد من الناس يقول هذه صارت موضة قديمة بعد 3D الحين نزلوا الفوردي يقولوا هذا شخص واحد بس اللي يتكلم الفوردي أي منو زين فالثريدي هو موضوع الساعة دكتور حكت عنه تجربة جميلة وإنجاز رائع حقق لنا الدكتور ياسر السعيدي طبعا بالتعاون معاكم دكتور في هذا المجال لكن شو اللي بتطرحونه من خلال هذا المنتدى What is next شو الخطوات القادمة 4D 4D طبعا للعلم 4D هو أيضا طباعة ثلاثية الأبعاد لكن لما تطبع المجسم يأخذ شكل المكان اللي هو فيه مثلا إذا نتكلم عن الدعامة دعامة القلب هي صغيرة أول ما تحطها داخل الوريد تأخذ حجم الوريد فهذا المقصود من 4D أنها أوكي. تأخذ حجم المجسم اللي هو فيه ممتاز 3D طال عمرك مجال كبير هو بالأصح ما يسمى 3D يسمى Additive Manufacturing أو الـ مثل ما تقول المنتج الإضافي أو المنتج المضاف طيب نحن ما بنوقف بس عند الطباعة عن طريق البلاستيك أو الطباعة عن طريق اليوم اللي وصلوا له بالحديد أو بالتيتانيوم أو حتى بالخشب لا بنوصل إن شاء الله ونبغي نتكلم فيها اللي هي عن طريق الخلايا الجذعية هل ممكن نطبع كلى حية وأيضا عندنا عقب الـ 3D printing بنتكلم عن محور يمكن اليوم لحظة دكتور الحين كيف أطبع كلى حية يعني بجيب أنا شو بحط دم وما دم وهالأشياء بدل ما تحط اليوم الفيلمنت هذا اللي يسمونه البلاستيك ايه بتحط خلايا حية جذعية تم زراعتها بطريقة أنها تكون خلايا كلى احلف ليش هذا خيال اليوم بس لكن استوى حاليا قيد الدراسة دكتور يعني هذا إذا وصل للعلم بهذا الشكل سبحان الله يعني ما في شيء يعني رب العالمين كبير ولكن أعتقد هذه بتكون يعني ثورة في عالم بإذن الصحة بإذن الله وأنت ما شاء الله يعني ناوين توصلوا هذه المرحلة بإذن الله ليش لا إذا في شيء يخدم المريض طريقة أفضل وأسرع ويوفر عليه وقت وجهد الجراح وبالنهاية النتيجة أفضل ليش لا هذا اللي نطمح له يعني يا جماعة الخير عزيز المستمع تخيل يتم مثلا الحين عندنا زراعة القلب هذه عملية موجودة يعني قبل تقريبا 20 سنة كانت من المسائل اللي الواحد ما يتخيلها يعني لكن تخيل عزيز المستمع أن يكون عندك قلب مطبوع طباعة 3D كاملة انزين ويتم زرعها داخل جسمك انزين وان انت تخلصت من مسألة ان هذا جسمك راح يتقبل هذه هذا الجزء المزروع اللي تم وضعه في مع جسمك ام لا هذه ما تخلص منها بالضبط بتخلص ايضا من انك انت توجد شخص متبرع انت حين ما تحتاج شخص متبرع اذا طبعته عندك أيه. وهي ملائمة لجسم المريض صحيح فخلاص انتهى المتبرع سبحان الله أيه. سبحان الله علم الإنسان ما لم يعلم زين تفضل دكتور سامحني أنا قاطعتك لا أبدا بالحل عندنا أيضا أحد الخبراء العالميين ماري آيكن دكتورة ماري آيكن بتتكلم عن علم النفس لما تطبقه للإنترنت يسمونه فورنزيك أو سايبر سايكولوجي علم النفس المطبق في الإنترنت اليوم تعرف كثير من الجرائم مواضيع دكتور يعني حتى كل العناوين اللي طارحينها يعني أنا كل عنوان أوقف عنده أيسا أفكر شو هذا مسوين حديقة التكنولوجيا شو سميتوا حديقة الصحة التكنولوجية هيلث تكنولوجي بارك والحين تكلمنا عن موضوع عن الفورنزيك سايكولوجي عفوا السايبر سايكولوجي أوكي. اللي هو تطبيق علم النفس في الانترنت تصدق هاي المتحدثة لما كلمتها يلسنا ندردش كيف بتتكلم وكيف بتتحدث في المنتدى قالت لي محمد عندك أولاد قلت لها نعم قالت عندهم سوشيال ميديا قلت لها نعم قالت لي كم أعمارهم تحت 13 سنة
قالت تصدق أنا ما أنصح بأي حد يكون عند أولاده سوشيال ميديا أكاونت أو حساب في التواصل الاجتماعي تحت 13 سنة. وشرحت لي صراحة مخاطر كثيرة وكذا. فأنا يعني من خلال مكالمتي الهاتفية تعلمت منها كثير ونبهتني لأشياء كثيرة. اليوم ما يخفى عليك اليوم كثير من الجرائم اللي تستوي في المحاكم وكذا القضايا الموجودة هي سببها الجرائم الإلكترونية. صحيح. طيب وين نحن في الصحة؟ لا نحن أيضا موجودين. لازم تكون في رقابة صحيح. إلكترونية على جميع المواضيع. لأن الدكتور للأمانة الفترة الماضية يعني شهدت وسائل التواصل الاجتماعي بالتحديد قبل كانت على مستوى المنتديات الإلكترونية وكذا وغيرها، لكن الآن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المسألة منتشرة بشكل كبير. صحيح. فصاير صايرة خبيرة التجميل تفتي في صحيح. الأدوية وفي العلاجات وفي الصحة. الصحة الجزء لا يتجزأ. فبالتالي نحن لازم أن تكون هنالك قوانين وتشريعات في هذا الموضوع بالضبط. دكتور لأن المسألة وايد مهمة. قاعدين يبيعون أدوية على السوشيال ميديا والناس يشترون ويتأذون وعقب يجون المستشفى والله نحن خذنا هذا الدواء عن طريق الانترنت. نعم. وهو مو بعارف أصلا هذا الدواء أصلي مو بأصلي تاريخ انتهاء ما أدري كذا مكتوب عليه بالصيني ما أدري بالياباني. صحيح. شيء ما تفهم عليه. طيب شو خلى اليوم المشتري يشتري من سوشيال ميديا ولا يروح عند الطبيب ما لو يشتكي له؟ اليوم التأمين موجود، الطبيب موجود، العيادات ما شاء الله موجودة، المستشفيات ما شاء الله موجودة. طيب شو اللي منعه؟ قل لي شو اللي منعه؟ هذا اللي بنشوفه في الجلسة هاي. جميل جميل. شو اسمها المتحدثة؟ ماري آيكن. ماري آيكن. طيب دكتور يعني أنتوا من بين الجلسات الكثيرة اللي مطروحة سبع محاور قلت سبع محاور سبع محاور نعيدها ما عليك أمارة دكتور على المستمعين على أساس أنه بس نذكرهم بأهم المحاور اللي موجودة في هذا المجال. التكنولوجيا الصحية بين الاستشراف والتحديات أول محور. المحور الثاني التنمية المستدامة والابتكار. المحور الثالث كوادر صحية بين التمكين والاحترافية. المحور الرابع الحوكمة التشريعات الصحية. المحور الخامس الريادة الصحية. المحور السادس الاستثمار لمجتمع أكثر صحة وسعادة. المحور السابع الصحة العامة والمجتمعية. ممتاز دكتور. إذا في واحد على الصبح نايم شو تسوي فيه عشان بس ينتبه لك ولا يقوم؟ تكلم عن المخرج؟ أكيد عن المخرج. لا ما شاء الله عليه واعي. وين واعي دكتور بالصبح ولا بسوي لنا سالفة؟ لا بيبلك ليه ما يبلك واحد 3D أنت استخدم اللي عندك. عموما والله كان زي دكتور بتفكنا الصراحة من وزعتر يعني أنا الصراحة. والنعم أخزي. الله يسلمك دكتور. النتائج المتوقعة من يعني هذا المنتدى شو أهم النتائج شو أهم التوصيات التقليدية اللي ممكن تخرج بها الغير تقليدية بما أن هذا المنتدى غير تقليدي للأمانة؟ من أهداف المنتدى التواصل مع مختلف الجهات المعنية اليوم بالرعاية الصحية سواء في الدولة أو في العالم لتبادل الأفكار وجهات النظر وتعزيز توجهات التفكير المستقبلي. نحن اليوم نتكلم عن المستقبل. حد يقول المستقبل مش 5 سنوات، المستقبل بعد 30 سنة. الهدف الثاني هو اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ بإذن الله بشأن اتجاهات دبي المستقبلية في مجال الرعاية الصحية. عندنا استراتيجية، استراتيجيتنا إلى 2021. طيب ما بعد الاستراتيجية اليوم؟ الهدف الثالث تعزيز ودعم أنماط الحياة، أنماط حياتنا نحن، بحيث أن نحن نستوي أشخاص صحيين ولنا أساليب مبتكرة سواء كانت على الفرد أو المجتمع. اليوم الابتكار قد يكون في أنك أنت بدل ما تروح الجيم اليوم عندك رياضة ثانية تمارسها من الرياضات الجديدة بحيث أنك أنت توصل لتنمية العضلة أو تنمية الجسم بطريقة أخرى. زين في طرق ابتكارية كلها. يعني حد يفكر إنه على أساس إن أنا أحرق كالوريز اليوم لازم أروح الجيم؟ لا، اليوم في طرق كثيرة أخرى. طيب الابتكار عندنا نحن كجهاز للصحة، هل بنظل نقدم الصحة بهالطريقة أو في طرق أخرى؟ فهذه أحد الأهداف اللي بنتناقش فيها بالمنتدى. جميل دكتور. نأخذ هذه المداخلة من أبو حمد. أبو حمد تفضل. ألو. الله بالخير. النور والسرور. واضح واضح ابو حمد تفضل. الله يجزيك خير جماعه المنتدى. بس ما ادري اذا كان في مجال في يعني التوصيات. اولا الصحه العامه للابناء في المدارس.
ثقافتهم سواء كانت غذائية أو رياضية أو ثقافة صحية عامة. أتمنى تكون يعني من ضمن التوصيات في الجيل الشباب اللي هو في المدارس. جميل. اثنين قضية التقنية والبيع المكملات الغذائية وما شافه في المولات مثل السوق الصيني وغيره مثل ما تفضلت يكون بلغات. يعني توثيقها من هيئة الصحة ووزارة الصحة. جميل. بحيث إنه يتم فحصه قبل ما يكون موجود يعني. جميل. يعني اليوم تأخذ أي منتج مكمل غذائي أو منشط أو ما إلى ذلك. ما هل هو وزارة الصحة فحصته واعتمدته ويدخل بدون ما في أي شيء من هذا دكتور. جميل. ثالثا القضية اليوم يعني ما أعمل حتى أصل بالحالة الطارئة للمستشفى. يعني لو صار طفل بلع طفل تعرض لشوط كهربائي أو أي حد في البيت اختناق. يعني هذه بعد من ضمن الملتقى قضية الإسعافات الأولية كيف تساهم أنت في تخفيف الأعراض أو المساعدة لحد وصول الحالة للمستشفى. جزاك الله خير. هذه ثقافة بعد ممتازة محتاجينها يعني. جميل. أتمنى الجماعة يعني يكون يعني لها دور في الملتقى أو يكون توصيات ممكن إن حتى الجالس الجاي إن شاء الله. جميل. يعني. أبو حمد أنا بوعدك واحد إن شاء الله في الأيام القادمة كذلك بتكلم عن المحاور هذه اللي أنت طرحتها كذلك في البرنامج لأن محاور مهمة جدا الواحد يجب أن يعيها ويتطرق لها وأيضا ما نشوف الدكتور الحين شو ممكن يرد علينا يعني في بعض الحالات يعني قد أنت تدخلك البسيط صحيح. يعني تخفف يمكن 60-70-80% من الـ من 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 حدة الحالة لحد الوصول للمستشفى أو تضاعف الأسوأ. جزاك الله خير يا أبو حمد. عندك أي إضافة ثانية؟ مشكور جدا. جزاك الله خير. شكرا لك دكتور محمد. طرق لي هذه المواضيع يمكن يعني مواضيع تكون بشكل كبير مهمة في عملية الطرح ولكن ما أدري عن المنتدى. أنا أتمنى زيارة أبو حمد لحديقة الصحة التكنولوجية في المنتدى بخصوص المقترح عند رقم 3 ما أعمل حتى أصل الحالة الطارئة إلى المستشفى. أحد الأفكار المطروحة أن كيف نعمل دبي اليوم مدينة آمنة بالنسبة لمرضى القلب وبالخصوص اللي هي نوبات القلب. في مقترح أنا ما أبغي أحرق المنتدى ولكن أنا أتمنى زيارة الأخ أبو حمد لو يوصل حديقة الصحة التكنولوجية ويسأل عني إن شاء الله براوي هذا المقترح وإن شاء الله بينال على إعجابه. طبعا نتناوله من الجانب القلبي ولكن لا يعني ما في مانع أن نتناوله من الجوانب الأخرى. أبو حمد مش متخصص في الصحة دكتور ممكن يحضر؟ الشرح مبسط لدرجة أن أي شخص ممكن يستفيد من حديقة بس الصحة. بس السؤال يقدر يحضر المنتدى ممكن في منطقة الحديقة؟ نعم الحديقة على فكرة مفتوحة للجمهور. هي نعم اللي يبغي يتعرف عليه مثل الاكزيبيشن والمعرض. وهذه دعوة ايضا للمدارس اذا حابين يتواصلون ويانا او حتى يوصلون يعني والله دكتور اسمع مني اتواصلوا انتم معاهم باذن الله ان شاء الله. دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي ما ادري دكتور عندنا دقيقة بس يعني اذا في محور انا نسيته ولا شيء عندك هذه دقيقة كلمة اخيرة تبغي توجهها. طال عمرك يعني احب اشكر معالي حميد قطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى والدكتورة منال تريم ناب رئيس اللجنة والإخوان المشاركين في اللجنة الأعضاء والمنسقين وما شاء الله إدارات المختلفة في هيئة الصحة بدبي وإدارة الإعلام عندكم وأنتم بالأخص أخ محمود والأخ غانم لوتا مدير الإدارة على الجهد اللي مبذول صراحة في هذا المنتدى. يمكن الفترة بسيطة كانت للترتيبات المنتدى ولكن بإذن الله المنتدى راح يشرف حكومة دبي وإمارة دبي والدولة وبإذن الله بنطلع بتوصيات عالمية قوية. شكرا لك دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي كان يحدثنا عن منتدى دبي الصحي الأول 2016 عموما في 17 ممكن عفوا صح 2017 عموما في أسأل عن التأمين الصحي إن شاء الله بيكون الدكتور حيدر اليوسف معانا خلال الأيام القادمة بيجاوب عليها ويقول السلام عليكم إذا التأمين يشمل فقط العيادات فقط وليس المستشفيات شو فائدة شو الفائدة منه المرض الخفيف كالرشح والسعال وما شابه بأخذ الدواء من الصيدلية مش ضروري أروح العيادة. طيب أولا الرسالة خاطئة تماما جدا
ليش؟ أو إن شاء الله شو ما فيك لازم تستشير الطبيب، لأن أنت تشوف الرشح والسعال هذا موضوع سهل جدا الواحد ممكن أن يعالجه، لا موضوع صعب لأنه مرض في النهاية. هذا واحد، ما تأخذ أي دواء من غير استشارة الطبيب. اثنين، التأمين ما يشمل فقط العيادات، في المستشفيات وفي كذا، في باقة كاملة في هذا المجال. ثلاثة، يا طويل العمر أرجو أنك أنت تراجع العقد، هذه الرسالة أعتقد أقرأها للمرة الثانية لأن جتنا في أكثر من حلقة. فأتمنى أتمنى تغير مفهومك في موضوع الرسالة. طيب قول لي دكتور هذا منو سبونسر؟ ثانك يو. نعم، نحب إن شاء الله بعد نشكر الداعمين للمؤتمر، يستاهلون على رأسهم طال عمرك مستشفى الجراحة العصبية نيورو سباينال هوسبيتال، عيادة بلاروما أيضا، ودافزة. بصراحة هذول داعمين، يعني لولاهم ما بنقدر نوصل لمنتدى ناجح طال عمرك، ونشكر جهودهم ومتابعتهم الحثيثة. قبل المنتدى بعد ما نتكلم معاهم عن أهمية الدعم بإذن الله، واليوم عندنا أيضا المؤتمر الصحفي. يعني شكرا. إذن السلام عليكم، معقول المواطن يدفع 70 درهم عشان الإجازة الطبية في مركز ند الحمر الصحي أبو محمد؟ أبو محمد هنالك قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فبتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله بالتفصيل باكر، لأن وائل يقول لي لو سمحت أنهي الحلقة، ما قلت لو سمحت، أقول شو قلت؟ ما أقول؟ أوكي. عموما وصلنا لختام الحلقة اليوم، كل وشكر لحمد المعيوف كانت معنا في التنسيق وفي الإخراج وائل زعتر، وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، ودمتم بالصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.